ده بقى دكتور براح عليا شويه عشان انا بخاف من دكاتره الاسنان. يا فندم ما تقلقش خالص، انت مش هتحس معانا باي حاجه، انت مش هتحس ببقك اصلا. دكتور هشام ممكن تشوف لنا ايه المشكله؟ معلش يا دكتور، وانا حالتي خطيره للدرجه دي؟ لا يا فندم، ده الدكتور هشام ابني رابعه طب اسنان وبيتمرن معايا هنا لحد ما يتخرج. حضرتك لو عايزني اخليه يتخرج من الاوضه دلوقتي عشان عشان ترتاح. يلا يا اتش، شخص لنا حاله المريض. بقك ميه في ناب مسوس. ممتاز. بس ده مش ناب، ده درس يا بابا. شبهه جدا. بابا انا ركنت لك العربيه تحت العياده. اتفضل اتفضل يا دكتور. دكتور شريف ابني اولى كليه طب اسنان وبيتمرن معايا هنا برضو لحد ما يتخرج. انا هموت من الوجع يا دكتور. وانا هموت وريحك، بس حضرتك يعني سيب نفسك خالص وما تقلقش. يلا يا شيري اتفضل. بقك درس العقل مسوس. شفت اخوك؟ شفت اخوك عارف الفرق بين الناب والدرس ازاي؟ كده. ده مؤاخذه بقى يا دكتور، اي حمار يعرف الفرق ما بين الناب وما بين الدرس. شفت وطرت المريض ازاي؟ ابتدى يقول كلام زي الزفت. دكتور شريف هو اللي هيكمل. الحقنه لو سمحت. اتفضل. لا 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 هنرجع لا 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 هنرجع لورا وهنجرب تاني. يلا. انا عاوز امشي. لا لا شريف شريف. لا يا فندم بص، انا مقدر موقف حضرتك طبعا مفيش كلام، لكن انت يرضيك دكتور بمهاره دكتور شريف والجمال ده يبقى بيخاف يدي حقنه. انا مال انا بيخاف ولا ما بيخافش؟ لا ما احنا عايزين نحل المشكله دي النهارده معاه. يعني بص حضرتك، احنا هنعمل اجراء طبي بسيط ان احنا هنربط حضرتك ربطه خفيفه كده، لان الدكتور شريف بيقلق لما المريض يتهز وهو بيدي الحقنه. ابوس ايدك، عاوز امشي. هعمل لك خصم 50%. 90%. 76%. بس بشرط خليه يركز وهو بيشتغل. هيركز وهو بيشتغل يبقى 6%. يلا يا شريف حبيبي، يلا شيكو انا كتفتهولك اهو. عايزه يرتاح خالص من حقنه البنج بتاعتك ومش عايزه يتشل زي المريض اللي فات. يلا حبيبي يلا يلا. ها ها ايوه امسك اللغد، امسك اللغد من تحت. لا لا معقوله حبيبي؟ معقوله فعلا قدرت تديله حقنه البنج اخيرا؟ الحمد لله بابا. انا عملتها. انا شفت هشام. انا عملتها يا هشام. النهارده يا اولاد، النهارده يوم مختلف في تاريخ اسرتنا. اول حقنه بنج من غير اي حوادث. كان نفسي تسنيم تبقى معانا تعيش اللحظه السعيده. تسنيم يا تسنيم. ايوه بابا. حبيبه بابي تعالي. تسنيم بنتي في ثانويه عامه خامس سنه السنه دي، وان شاء الله هتدخل طب اسنان علشان تكمل فرحتنا كلنا. يلا توسي، شريف اخوكي اخيرا ادى عمه حقنه البنج. عمو دلوقتي بقى درسه متبنج ودرس العقل مسوس خالص. ها هنعمل ايه حبيب بابي؟ هنخلعه طبعا. لا لا احنا قلنا ايه بابا علمك كده؟ احنا قلنا ايه؟ نحاول نحافظ على الدرس، نحشيه نعالجه في مكانه. احنا قلنا ان احنا هنخلعه وبعد كده نحشيه. لا بص اصل هي ايه؟ لا هي دايما بص بتحب تطلع الحاجات بره كلها، الدروس كده على جنب في الواسع، تحشي وتظبط بعدين ترجع تركبهم تاني. ده تكنيك يعني متبع في حتت كتير. لا تقلقش خالص. مش انا قلت الدرس لما بيطلع بره ما بينفعش يتركب تاني؟ لا انا عايز اخلعه دلوقتي. توسي قص عليكي على موضوع الخلع اللي انت بتشبطي فيه ده. يا بابا يا بابا بقى يا بابا يا بابا. خلاص يلا يلا اخلع الدرس ده يلا خلاص. لا لا اصل انا بضعف قدامها ما اقدرش ارفض لها طلب. اصل هي اخر العنقود. وبعدين عايز اقول لحضرتك دي سيبك بقى من العيال دول خالص، دي اشطر واحده فيهم بتتدرب من وهي 6 سنين. كنت احط لها خشبه كده تطلع على حجر المريض يا روحي زي السكر. لا لا انت روح معاها، روح معاها عشان ايدها ضعيفه. لا روح مع الدرس روح. يلا ها هوبا. خلاص يخرب بيت سنينك، ايه اللي عملتيه ده؟ انت شلت الدرس السليم اللي هو من غير بنج. هحشيهوله وارجعهوله على طول. تحشي ايه وترجعي ايه؟ الراجل بينزف، احنا هنكلم الاسعاف. ها
احنا اسفين جدا يا فندم، عقابا ليكي هتكلمي الاسعاف. وحشه كلبه. معلش يا فندم احنا اسفين والله. ان شاء الله حضرتك هتتعالج في المستشفى كام يوم كده وهترجع. انا الدروس بتاعتك دي هخليها على جنب، هنضفها وهحشيها ان شاء الله، احطها لك في بقك كده وتاكل صوابعك وراها. انت منورنا والله. يلا يا اولاد بوسوا عمو، صالحوه. لا لا بوسوه جامد عشان احتمال ما نشوفهوش تاني.